نروح مع حضراتكم لاجتماع الأربعاء. كان قداسة البابا المعظم الأنبا طبادروس الثاني قد يعني أعلن توقف الاجتماع وعودته مع بداية الصوم الكبير. والحقيقة النهاردة قداسة البابا في الاجتماع اجتماع الأربع تحدث عن حادث استشهاد الثلاث أباء رهبان في دير القديس ماري مرقس والقديس أنبا صمويل المعترف في جنوب أفريقيا، ووجه التعزية في الشهداء وأكد أن النيابة هناك بتقوم بدورها وأن تفاصيل الحادث لم تحدد بعد. وأعلن سفر بعض الأباء الأسقفة لجنوب أفريقيا وتكليف أب كاهن كان بيخدم في أفريقيا 15 سنة بأنه يتوجه إلى جنوب أفريقيا لمعرفة تفاصيل الحادث، وأشار إلى أن الشهداء الثلاثة سيدفنون على الأغلب في أحد الأديرة في مصر، حيث طبعا الكنيسة الأم وأسرهم لأنهم مصريين. ووجه قداسة البابا الشكر للمؤسسات الإسلامية والمسيحية اللي بعتت برقيات تعزية، ووجه الشكر للخارجية المصرية على متابعتها الحسيسة للحادث. وده البيان اللي أصدرته الخارجية المصرية النهاردة اللي هنشوفه وهكلمكم عنه بعد ما نشوف كلمة قداسة البابا. أيضاً يا إخوتي الأحباء، يعز علينا أن نودع أبنائنا الرهبان الذين قتلوا واستشهدوا في ديرنا القبطي في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ. لنا دير اسمه دير القديس ماري مرقس الرسول، وهو الدير الوحيد لنا في الكنيسة القبطية على هذا الاسم. ومنذ تأسيسه عام 2007 بيد نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا، ربنا يديله الصحة ويعافيه من الأتعاب الموجودة عنده، تأسس الدير في زمن البابا شنودة، ثم اعترفنا به في سنة 13 وصار ديرا من أديرتنا القبطية الموجودة في خارج مصر. وابتدينا نبعت بعض الأباء الرهبان عشان تعميره، من ضمنهم أبونا تكلا الصموئيلي اللي استشهد مع إخوته الراهبين التانيين، أبونا يوسوس أفا ماركوس وأبونا مينا أفا ماركوس. حتى الآن التحريات والتحقيقات والنيابة في جنوب أفريقيا بتقوم بدورها. هو حادث أو جريمة أو اعتداء إجرامي تم، تفاصيله الناس بتقول كلام كتير لكن تفاصيله لم تحدد بالتحديد. عارفين الكلام ده ما ينفعش فيه أي كلام كده، وعشان كده لا تستمعوا كل واحد بيألف له قصة ويألف له حكاية. الحاجة اللي بنتأكد منها بنطلع بيها بيان في الكنيسة. عشان كده أنا بشكر المؤسسات في مصر، المؤسسات الإسلامية والمؤسسات المسيحية اللي أرسلت لنا برقيات تعزية أو رسائل تعزية أو أصدرت بيانات للتعزية ولإدانة الحادث. أيضا بشكر وزارة الخارجية المصرية بتابع الحادث كويس قوي، وأيضا سفيرنا معالي السفير أحمد الفضالي في جنوب أفريقيا من أول لحظة للحادث وهو متواجد ومتفاعل ويا الأباء بسهل كل الأمور. لغاية النهاردة محددناش معاد للجناز، غالبا هيدفنوا في مصر هنا في دير من الأديرة. انتوا عارفين الراهب بيدفن في ديره يعني، وبنعزي أسرهم، بنعزي الكنيسة هناك، وبنعزي أنفسنا، وعالمين ان زي ما كلكم تعرفوا ان الراهب أساسا حياته ابتداها كراهب بنتصلى عليه صلاة الأموات، مش كده؟ صلاة الراقدين. واللون الأسود اللي بنلبسه ده هو رمز لتراب الأرض، كأننا مدفونين في تراب الأرض. عشان كده يمكن الله سمح بهذا لكي ما يكللوا بأكاليل الاستشهاد، يعني خدوا أكليل الرهبنة ودي أكليل الاستشهاد. ربنا يعزينا كلنا في الكنيسة. وبالطبع حادث مؤلم جدا، و
حياتنا يعني كلنا احنا بنشكر الله على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. زي ما قلت لحضراتكم قداسة البابا تودروس تاني كان قد يعني اعطى فترة راحة من الاجتماع الاربع الاسبوعي منذ اخر ديسمبر الماضي لمدة دلوقتي حوالي 10 اسابيع 72 يوم بالتحديد، واستؤنف الاجتماع اليوم بعظة في كنيسة ماري جرجس بمنطقة هليابوليس.